بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز يعني بسرعه كده اتامل معاكم في الرساله الثامنه من رسائل القديس الانبا انطونيوس. الرساله الثامنه دي بتتكلم على الروح الناري. القديس الانبا انطونيوس احيانا يقول ايه، ازاي تقتني الروح الناري، ازاي تقتني روح الفرح. هو طبعا دي كلها صفات للروح القدس، بس لما بيقول الروح الناري يقصد ايه؟ مش مجرد اقتناء الروح القدس، لكن ازاي يبقى الواحد عنده الغيرة الحماس، يبقى قلبه كده مشتعل كأنه بنار. ده اللي يقصده الروح الناري. بس احنا الحماس ده بينطفي شوية، نار الروح القدس بتنطفي جواه. فالقديس أنبا أنطونيوس رد على ازاي انسان يحتفظ بالروح الناري ده مشتعل فيه all the time. الرسالة تتقسم لجزئين. الجزء الاولاني كيف اناله، ازاي انال الروح الناري ده، الحماس والغيرة. والجزء الثاني البركات اللي انا هاخدها لما يكون عندي الروح الناري، لما يكون عندي الحماس الروحي ده. فكيف اناله؟ هو اتكلم على 5 نقط. اول نقطة سماها اتعاب الجسد. اتعاب الجسد يعني الانسان لابد ان هو زي ما بولس الرسول قال اقمع جسدي واستعبده، لألا بعدما كرست لاخرين اصير انا نفسي مرفوض. ضبط الجسد او اتعاب الجسد علشان الجسد ما يتمرضش. عارف زي ما تكون مثلا زي ما بيدربوا الوحوش، ازاي يبقى الوحش، ازاي في السيرك مثلا يجيبوا اسد ويدربوه فيبقى الاسد ده اليف. نفس الكلام اتعاب الجسد ده بيخلي الجسد ما يتمرضش ويبقى خاضع باستمرار للروح، لان الجسد ميال للجموح، الجسد ميال ان هو يتمرد. ليه مثلا بنعمل مطنيات؟ المطنيات ده جزء من اتعاب الجسد. النسكيات، الاصوام، ليه الواحد مثلا ما يقعدش يلزز نفسه بالاكل ويبقى شارف في الاكل؟ اتعاب الجسد. فالانبا انطونيوس قال لك ان اتعاب الجسد ده هيخلي إيه، ما هو يبقى الجسد تحت سيطرة الروح والروح تبقى تحت سيطرة الروح القدس، فدي تدي فرصة للروح الناري الحماس يشتعل في انسان. بتقمع جسدك وتستعبديه ولا لا؟ ودي بقى يخش زي ما كنا بنتكلم من شوية، وقفة الصلاة، انا عايز اقعد، بختار القداس القصير، مش عارف اي بقى السبب، انا تعبانة هسيب الكنيسة، انا تعبان الى اخره. تاني حاجة قديس أنبا أنطونيوس قالها تواضع القلب. الروح الناري ده نعمة من عند ربنا. قديس يعقوب وقديس بطرس قالوا نفس العبارة، يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون يعطيهم نعمة، فتوضعوا تحت يد الله القوية حتى يرفع. الإنسان اللي بيسلك بتواضع ده ممكن يبقى إناء تحل في نعمة ربنا، والزيت يبقى مال المصباح بتاعه، زيت الروح الناري. الإنسان اللي بيشتغل بكبرياء أو لسه الزيت موجودة قوية فيه، ده ربنا بيقاومه. حتى لو ربنا ما قاوموش على الأقل مش هياخد النعمة، لأن أما المتواضعون يعطيهم نعمة. فكل ما الإنسان يسلك في تواضع كل ما الإنسان ينال نعمة من عند ربنا، نعمة الروح الناري. الطاعة مثلا، الطاعة دي بنت من بنات التواضع. لو أنا كل حاجة بأرجو فيها وكل حاجة بعد نهت فيه لغاية لما في الآخر أعمل اللي أنا عايز أعمله، يبقى هنا في زيت، ما فيش تواضع.
الخدمة، هل عندي روح الخدمة للآخرين وأنا ما عنديش روح الخدمة للآخرين؟ لو أنا ما بحبش أخدم الآخرين وأحط الآخرين قبلي، يبقى أنا عندي زهد. الانتقام، لما حد يضايقني أنتقم منه، والرغبة في الانتقام دي زهد، وهكذا. ففي حاجات كتيرة تظهر إنها زهد، دي بتعطل عمل النعم، تعطل ان الانسان يكون ممتلئ بالروح الناري حسب ما قديس انبا انطونيوس قال. تالت نقطة قالها اللي هي جحد الذات. ايه الفرق بين التواضع وجحد الذات؟ التواضع يمكن بيظهر اكتر سيلف دينايل، التواضع يمكن بيظهر أكثر في التعامل مع الآخرين، إن أنا إزاي بتعامل مع الآخرين. إنما جحد الذات معناه إن أنا I deny the desires of my own self، أنا برفض رغبات نفسي. لأن ممكن تكون الرغبات دي جاية حتى في صورة روحية. بمعنى إيه؟ بمعنى والحقيقة أنا مش عايز أشتغل كتير عشان عايز أقضي وقت، أنا بقى بحب أقرأ وبحب أحفظ ألحان وبحب أعمل كذا. هنا بقى أنت الإنسان يوصل إن هو فعلا أنا I deny my desires completely وليس لي رغبة، حتى لو الرغبة دي واخدة الصورة الروحية، لأن دي فيها خداع. يعني حنن الشيطان يخدعني يجيب لي رغبة بصورة روحية. لكن الإنسان فعلا اللي موت ذاته حتى لما تكون الرغبة واخدة الصورة الروحية هينفذ اللي بيتقالوا عليه مش اللي هو عايزه. وعارفين القصة بتاعت أنبا أبراهام أسقف الفيوم لما كان يشتهى مش عارف يأكل حمام، فطلب يعملوا له الاكل دي، راح سابه لغايه لما باظ. يعني بقى كل نفسي اللي انت اشتهيتي اهو. ده تدريب من تدريب جحد الذات، ان الانسان هو جات عنده رغبه فقال لا مش عامل. دي ملهاش علاقه بالتواضع، مش كده؟ قلت التواضع غير جحد الذات. فالقديس انبا انطونيوس قال برضو لما ما هو الذات دي معطل لحلول نعمة ربنا، وإن يبقى الإنسان عنده الروح الناري. فلما الإنسان بيجحد ذاته فعلا الروح الناري يبتدي يشتغل. الحاجة الرابعة قديس أنبا أنطونيوس قال عليها الحكمة والمعرفة. طبعا الحكمة التي من السماء، الإفراز. كان أنبا أنطونيوس موضوع الحكمة والإفراز والمعرفة دي مهم جدا عنده، لدرجة مرة قال كده، قال أي فضيلة لو الإنسان بيمارسها من غير حكمة من غير إفراز ممكن تتحول لرذيلة. أي فضيلة، ومن هنا لو بتتحول لرذيلة يبقى هاخد نعمة ربنا إزاي؟ من هنا إزاي الإنسان ينمو في الحكمة؟ الحكمة بتيجي من قراءة الكتب المقدسة، يكون لنا فكر المسيح ونطلبها من ربنا باستمرار. فالحكمة دي بتساعد أكتر وأكتر. والمعرفة ما بصش المعرفة اللي هي النولج، يعني الواحد يقرأ في العلوم والجغرافيا وكده، لما معرفة الله الإنسان يعرف ربنا، المعرفة الاختبارية مش يعرف عن ربنا إنما يعرف ربنا. فلما يعرف ربنا ويدخل في اختبار مع ربنا هيكون أنية بتمتلئ من الروح الناري. يبقى أتعاب الجسد، التواضع القلب، جحد الذات، والحكمة والمعرفة. نمرة خمسة بقى أسهب فيها، أتكلم فيها بتطويل يعني، اللي هي الصلاة. وحط للصلاة خمس نقط علشان الإنسان يمتلئ بالروح الناري. حط خمس نقط تحت الصلاة.
بس مرة السيد المسيح قال كده، قال لو ابنك طلب منك خبز هتديله حجارة؟ قالوا له لا. لو طلب بيضة هتديله عقرب؟ قالوا لا. لو طلب سمكة هتديله حية؟ قال لا. قال إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حسنة، فكم بالحري، خلي بالكم، أبوكم السماوي يهب الروح القدس للذين يطلبون. يهب الروح القدس للذين يطلبون. فبقى إذن عطيت الروح القدس بيك بالصلاة. فلو أنا عايز أمتلئ بالروح الناري هيجي من الصلاة. عشان كده الكتاب بيقول أما أنا فصلاة، بتصلي التسبيحة، تحضر قداسات، كل الكلام ده. أم بطونس لما اتكلم على الصلاة زي ما بقول لكم قال خمس حاجات. أول حاجة قال صلاة ليلا ونهارا، يعني صلاة دائمة، يعني الإنسان مفروض يكون في حالة صلاة. هي الصلاة هي تواصل مع الله، فأنا مفروض في حالة صلاة. على ما أعتقد في حد من الآباء قال الذي يصلي فقط وقت الصلاة فهو لا يصلي. يعني لو أنا باتصال بربنا فقط وقت ما أنا ماسك الأجبية بصلي، ولا أنا في الكنيسة بصلي، وأنا ما بصليش. الصلاة إن أنا أبقى في تواصل باستمرار مع ربنا، وأنا بشتغل أنا بصلي، وأنا في الكنيسة بصلي، وأنا بتمشى بصلي، وأنا باكل بصلي. لدرجة مارس حي يقول حاجة جميلة قوي، يقول المتوحد يبخر وهو نائم. يعني ربنا النفس بتاع المتوحد ده ربنا بيشتمه كأنه رائحة بخور. فأنا يعني قلت إزاي، يعني قعدت أفكر فيها فترة، وبعدين لقيت لما بنيجي نقضي وقت طويل في الكنيسة زي سهرات كهك أو أسبوع الأنام أو أبو غلامسيس، الواحد ممكن فعلا يخش ينام ويصحى، وبعدين أول ما يصحى يلاقي لسه مثلا الألحان بتاعت سهرة كهك لسه في ذهنه. فده دليل إن حتى طول الليل العقل شغال، بدليل أنا أول ما بصحى لسه اللحن أو التسبيحة أو المديحة اللي كنا بنقولها في كهك موجودة في ذهني. فلو الإنسان فعلا بيصلي طول اليوم إيفن حتى ما بينام، بيقول زي عروس النشيد أنا نائمة وقلب مستيقظ، فهو بيصلي. فيبقى الإنسان صلاة ليلا ونهارا، صلوا بلا انقطاع. تبقى الإنسان في حالة صلاة، الرهب الحقيقي يكون في حالة صلاة. الحاجة الثانية قديس أم بندونس قالها، قال يصلي بكل قلبه، بكل قلبه. لأن احنا هنصلي بالشفتين، نصلي بالعينين، نصلي بربع عقل. إزاي الإنسان يقدر يصلي وهو واقف في الصلاة بكل كيانه، بكل قلبه أمام الله؟ فالإنسان لما يصلي يبقى زي ما قال حب الرب إلهك من كل قلبك. في تسبيح كان يقول قلبي ولساني يسبحان الثالوث. فمش اللسان بس، وحط القلب قبل اللسان، قلبي ولساني يسبحان الثالوث. فمهم الإنسان يدرب نفسه إزاي. أنا ما أعتقد في يوم الاثنين بصلاة الاثنين في ربع يقول إيه، تجمعي فيا يا كل حواسي لأبارك اسم ربنا يسوع المسيح. فالواحد بيجمع كل حواسه، يعني القلب والفكر والمشاعر والرغبات، كل الحواس، بقولها تجمعي فيا علشان أبارك اسم ربي يسوع المسيح. الحاجة الثالثة قال يصلي بيقينية بدون شك. وقال كده، ما يجيش واحد يقول هو ممكن فعلا أنا أمتلئ بالروح الناري ويبقى عندي الروح الناري ده زي مثلا إيليا ويوحنا المعمدان وكده. فلما الواحد يشك مش هيناله، ودي اللي قاله قديس يعقوب في رسالته، يطلب بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب بيشبه موجة من البحر. without doubt with certainty so he should not question whether God will give me
this fiery spirit to be like Elijah or to be John the Baptist? Can I get this fiery spirit or not? So if I'm asking with doubt, not with confidence in God who gives, I will not get it. فقديس أمبرتونيس بيقول يطلب من غير ما يشك، يطلب عنده يقينية إن ربنا فعلا ممكن يديه. الحاجة الرابعة أمبرتونيس قال with the integrity of heart، استقامة القلب. استقامة القلب تاخد كذا دايمنشن، يعني ممكن واحد يكون قلبه has double heart، جزء مع العالم وجزء مع ربنا، ده قلبه مش مستقيم. يعني قديس يوحنا يقول إن كنت بتقول بتحب ربنا وما بتحبش أخوك تكون كذاب، لأن إزاي تحب رب عايز عارف تحب ربنا إن أنت مش شايفه وبتكره أخوك إن أنت شايفه؟ فإزاي يكون أحد عنده قلب مستقيم أمام ربنا وأنا بطلب إن ربنا يملأني بالروح الناري؟ بطلبه باستقامة القلب. والحاجة الرابعة الخمسة الأخيرة قال إني أنا أصلي من أجلكم، هو بيكلم ولاده الروحيين أبنطنز، وأنتوا تصلوا من أجل ونصلي من أجل بعض. فهنا لما بنصلي من أجل بعض ده إحنا هنا بنحط الـ others before ourselves، ودي من درجات العليا في الصلاة. فنسند بعض، يعني نصلي من أجل بعض باستمرار، ونصلي إن ربنا يملأنا كلنا as a community بالروح الناري ده. فأمبرتونيس في الصلاة قال خمس حاجات ليلا ونهارا بكل القلب بدون شك بقلب مستقيم، وأيضا نصلي من أجل بعض. فيبقى الأمبرتونيس قال كيف ننال الروح الناري؟ فقال أول حاجة بأتعاب الجسد، تواضع القلب، جحد الذات، الحكمة والمعرفة، والصلاة. وتحت الصلاة قال ليلا ونهارا بكل قلوبكم عدم الشك، استقامة القلب، والصلاة لأجل بعض. قال الإنسان لما هينال بقى الروح الناري هياخد بركات، واتكلم على خمس بركات. البركة الأولى اللي قالها إن ربنا يعلن له أسرار السماء. يعني شوف مثلا قديس يوحنا اللاهوتي يقول كنت في الروح في يوم الرب فانفتح لي باب في السماء، لأن هو كان مليان بالروح الناري. قديس بولس قال لما أجي أتكلم على إعلانات الرب، ربنا أعلن له كتير لدرجة قال من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. إعلانات مش لازم تكون رؤى، مش لازم تكون رؤى وإعلانات زي يوحنا أو بولس، لكن إن ربنا حتى ممكن يعلن لي الأسرار بتاعت الكتاب المقدس. يعني أحيانا أنا لما بسمع لبعض الناس ياخدوا آية كده ويتأملوا فيها تأمل عميق، انا بقى مستعجب انتوا جبتوا التأملات الحلوه دي ازاي؟ وده اعلان من ربنا، مش كده؟ يقول اكشف عن عيني لارى عجائب من ناموسك او من شريعتك. فالانسان لما يمتلئ من الروح الناري زي ما القديس أمبرتونيوس قال ان ربنا يبتدي يكشف له اسرار السماء ويعلن له الكتاب المقدس، عجائب من شريعته، ويبتدي الانسان تنفتح قصاده كده السماء، ويتفتح قصاده أسرار الملكوت. وده اللي ربنا قال للتلاميذ، قال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما للباقين فبأمثال، لأنهم لهم عيون يبصرون ولا ينظرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب غلظ. لكن لما الإنسان يكون مليان بالروح الناري هيروق، يعني هيستمتع. البركة الثانية قال لك
نتحرر من كل خوف. من كل خوف، الخوف من السقوط في الخطية، الخوف من لحظة الموت، الخوف من المستقبل، الخوف من المرض والمجهول الخوف لألا ما تدخلش الحياة الأبدية. فتحرر الإنسان من كل خوف. يبقى الإنسان كده فعلا، القديس بولس الرسول في عبرانيين قال إن الإنسان بيبقى عبد للي بيخاف من أجله، لما قال كده بسبب الخوف من الموت كنا عبيد طول أيام حياته. فالواحد دي في عبرانيين 2، فالواحد لما بيكون خايف من حاجة بيبقى عبد ليها، لأن هي مسيطرة عليه. زي مثلا الناس اللي كانت خايفة من موضوع البانديميك ده، الكورونا، فتلاقيه خايف، خايف لا يلمس حاجة، خايف لا يكلم حد، خايف مش عارف يخرج من أوضته، خايف. لا، عشان كده كذا مرة أنا اتكلمت الفرق ما بين الخوف والحرص. احنا المفروض نبقى حريصين بس مبقاش خايفين، الخوف ده هيشلنا، لكن ابقى حريص. فالمهم هيحررني من كل خوف. البركة الثالثة قال كده فرح سماوي ليلا ونهار. ما هو الروح الناري ده هو روح الفرح، مش من ثمر الروح محبة فرح سلام؟ فيبقى الإنسان فرحان بربنا وعنده هذا الفرح. وقال فرح سماوي مش فرح أرضي، فرح سماوي ليلا ونهارا، فده فرح دائم في حياة الإنسان. أنا يمكن قلت لبعضكم أنا أول مرة أزور الدير في حياتي، يعني أزور دير، يعني شفت مجموعة كده من الرهبان واقفين بيتكلموا، وشهم في سلام، وشهم في فرح، في ابتسامة هادية. أنا قلت في ذهني لو الرهبنة بتخلي الناس فرحانة كده أنا عايز أبقى راهب، لأني واحد قاعد بعيد عن العالم، عايش في صحراء، مفيش أي مباهج من مباهج العالم حواليه. طب ايه اللي يخلي الانسان ده فرحان كده ووشه كده بنور في ابتسامة هادية؟ الواحد بس يبص له كده يمتلئ بالسلام والتعزية، زي ما قيل لأنبا أنطونيوس يكفيني أن أرى وجهك يا أبي. ودي من الحاجات اللي شدتني لحياة الرهبنة، السلام والفرح اللي أنا شفته بعيني دول في الآباء الشيوخ. فالإنسان أكيد الآباء دي كانت مليانة بالروح الناري، عشان كده كان الفرح ده بيشع من وجوههم، والسلام ده كان بيشع من وجوههم، فرح سماوي ليلا ونهارا. ولكن انت اختبرت دي، شفت ناس كده، مجرد ما تشوفه كده تحس بسلام جوه قلبك، فرح. الحاجة الرابعة قال ان هذا الانسان هيكون عايش في الملكوت مش على الارض. يعني انا ما زلت موجود على الارض بس اكني بقى عايش في الملكوت. وهل انا ممتلئ من الروح الناري وحياتي كلها صلاة وحياتي كلها فرح، هو الملكوت عبارة عن ايه؟ فرح وصلة بالله وامتلاء بالتعزية، ادي الملكوت. فقال هذا الإنسان هيكون عايش في الملكوت اللي مليان بالروح الناري. عارفين قصة بتاعت يوحنا القصير اللي كان بيبيع السلال بتاعته، وجي واحد يشتري منه السلال دي، فقال له حاضر خش اجيبها لك من جوه. دخل نسي، لأن عقله مشغول بالملكوت، وخبط الرجل تاني طلع، فقال له فين القفف؟ فقال له طيب حاضر، ودخل تاني ونسي، عقله مشغول بربنا. عارف زي ما تكون فعلا في حاجة انت شغلة عقلك ومش قادر تركز مع اللي حواليك،
كلنا اختبرنا دي. بس هنا بيبقى الواحد بقى عقله في الملكوت لغاية لما عشان يفكر نفسه دخل الله تعالى يقول الأفف للجمال الأفف للجمال علشان يفتكر يديله الأفف. الحاجة بقى الأخيرة قال سهولة الصلاة من أجل الآخرين. إن الإنسان الممتلئ بالروح الناري سهل إن يصلي من أجل الآخرين وخاصة من أجل المسيئين. وأم بطونس ضرب مثال على موسى النبي. قال موسى النبي على قد الإساءات اللي وجهها له شعب بني إسرائيل. ده أم بطونس كتب كده في رسالة تانية. لكن لما ربنا قال له اتركني عشان أبيد هذا الشعب قال له لا وإلا امحو اسمي من سفر الحياة. فقال إيه اللي خلى موسى يقدر يصلي من أجل الناس دي اللي أساءت لموسى وكانوا عايزين يقيموا رئيس بدل موسى؟ إيه اللي خلى إن يبقى سهل عليه إنه يتشفع فيهم ويقول لربنا لو أهلكت الشعب ده امحو اسمي من سفر الحياة طلبة شديدة شوية؟ قال لأنه كان ممتلئ من الروح الناري. فلما الإنسان يكون ممتلئ من الروح الناري يقدر يصلي من أجل الآخرين، يقدر يصلي من أجل المسيئين، يقدر يعني يحطهم قبلي لدرجة ممكن يقول ربنا لو ما سمحتش فلان امحو اسمي من سفر الحياة زي ما موسى قال لرب. فدورة الخمس بركات اللي اتكلم عليهم في قصة الأنبا أنطونس كشف أسرار السماء، التحرر من كل خوف، فرح سماوي ليلا ونهارا، الإنسان كأنه عايش في الملكوت، وسهولة الصلاة من أجل الآخرين حتى من أجل المسيح. ده تحليل للرسالة التامنة. هي صغيرة بيضوية، فيعني أرجو أن أنت لما تروح النهاردة اقروها، اقروا الرسالة التامنة، هتلاقوا ده الأوتلاين بتاعها، بس اقراها بقى بكلام القديس الأنبا أنطونس. أرجعها معاكم تاني، كيف أنال الروح الناري؟ خمس حاجات: إتعاب الجسد، الحكمة والمعرفة، تواضع القلب، جحد الذات، والصلاة. تحت الصلاة ليلا ونهارا بكل قلوبكم، عدم الشك، استقامة القلب، والصلاة لأجل بعض. بركات الروح الناري: كشف أسرار السماء، تحرر من كل خوف، فرح سماوي ليلا ونهارا، عائش في الملكوت، وسهولة الصلاة من أجل الآخرين حتى المسيئين. He was speaking about the fiery spirit. He said how to acquire the fiery spirit, the zeal. He mentioned five things. Number one, disciplining and the flesh and putting under subjection. Number two, the humbleness of the heart. Number three, self-denial. Number four, wisdom and knowledge of God. And number five, prayer. And under prayer, he mentioned five things continuously, day and night, with all my heart, without doubt, with integrity of heart, and praying for one another, to all of us to receive the fiery spirit. Then what are the blessings of the fiery spirit? He mentioned five things. Number one, the mysteries of heaven and the kingdom of God will be revealed to me. Number two, I will be liberated from all fear and anxiety. Number three, heavenly joy day and night continuous. Number four, I will be living in the kingdom in heaven. And number five, it will be easy to pray for others, especially for those who persecute me and hurt me and harm me. يعني these points actually أنا just I outlined, يعني I took the letter and put it in points. يعني each one of these points you'll find it there.
وإله المجد الدائم إلى الأبد.